المباراه هي بدنيه وتكتيكيه في نفس الوقت، وربما كما شفتوا اليوم في الحصه ديال اليوم انتم جيتوا على غفله وشفتوا بان كاين ان بو دو ريتم، وفي نفس الوقت كنحاولوا نشتغلوا على الجانب الذهني للاعبين. لذلك ملي كنساليو الحصص ديال الصباح اللي كتكون غالبا تكتيكيه، الحصص ديال العشيه كتكون دائما حصص اللي هي بدنيه اكثر، وكنشتغلوا على النفسانيه ديال اللاعبين، لان خاص التدريبات تكون بجديه وفي نفس الوقت ما تكونش ممله بالنسبه للاعبين. وفي نفس الوقت كنقلبوا على التجانس ما بين اللاعبين الجدد مع اللاعبين اللي كانوا معنا. الحمد لله يعني لحد الان كاين واحد الاستجابه واحد الرغبه كبيره من طرف اللاعبين. النقطه السلبيه الوحيده اللي عندنا وهي ان التمارين ملي كتجرى صباحا مساء في هذا العشب الاصطناعي يعني كاين واحد الاصابات خصوصا على مستوى الارجل ديال اللاعبين، يعني الصباع ديال رجليهم كيطيبوا خصوصا انت عارف هاد الصبابط الجداد وهاد الموضه الجديده اللي ولات ديال الصبابط، يعني كاينين بزاف اللاعبين كيتشكاو من الصبابط ديالهم. ريحنا بعض اللاعبين، ممكن بعض اللاعبين حسوا بواحد الثقل في الرجلين ديالهم لانهم ما كانش عندهم تنافسيه كبيره. هادو تقريبا هما النقطه السلبيه، انه كاينين تقريبا شي 10 اللاعبين اللي مصابين، ولكن الاصابات ديالهم ماشي اصابات كبيره. اظن في الاسبوع الجاي ان شاء الله غادي نسترجعوا جميع اللاعبين ان شاء الله. الامر كان مفروض يعني فرض نفسه، يعني النتائج والاداء ديال بعض اللاعبين خلانا اننا نفكروا في استبدال بعض المراكز بلاعبين اخرين. خدنا لاعبين اللي عندهم تجربه، ولو انه كتنقصهم التنافسيه لانهم تقريبا اغلبيتهم ما كانوش كيلعبوا مع الفرق اللي كانوا معها قبل، ولكن الخبره ديالهم زائد هذا العمل اللي اشتغلنا عليه الان مده ديال شهر اظن بانهم غيكتسبوا شيئا ما في اللياقه البدنيه وبالتجربه ديالهم. اظن بانه عندي فيهم الثقه انهم قادرين يعطيوا للفريق الاضافه، وكما قلتي يعني هذاك التجانس ديالهم مع اللاعبين اللي كانوا هنا والدخول ديالهم في الاستراتيجيه ديالي وفي طريقه اللاعب اللي بغينا نلعبوا بها اظن بانه بداو كيستجيبوا منا. كاينين تقريبا اللي انا مطمئن 100% انهم استجيبوا مع الطريقه وقادرين ينجحوها. كاينين بعض اللاعبين اللي عندهم باقي عندهم بعض المشاكل في الاستجابه مع الطريقه، لانه كل مدرب عنده طريقته، وانا فضلت انني نرجع الطريقه الاصليه ديال الفريق المغربي التطواني. والحمد لله يعني الايجابيات اكثر منها سلبيات. كنتمنى ان الاصابات ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله تبعد منا باش نكونوا مستعدين للمقابلات الاولى بكل قوانا ان شاء الله، لان ما عندناش الخيار من غير اللاعب على ثلاثه نقاط في جميع المقابلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنعتذروا الجماهير التطوانيه على النتائج المخيبه اللي حصلنا عليها في شوط اول البطوله الوطنيه، لان النتائج هذو ما كتشرفش فريق المغرب التطواني، وتا واحد ما راضي على هذه النتائج هذو، لا من اللعابه ولا الاداره ولا الجمهور، كاع محبين فريق المغرب التطواني تا واحد ما راضي على هذه النتائج هذه، لان فريق المغرب التطواني فريق كبير وولفنا كينافس على الالقاب وولفنا كيلعب على ادوار طلائعيه. وبالنسبه احنا دابا الحمد لله الاداره قامت بانتدابات وازنه داخل الفريق، ودابا كنساعدوا الاستعداد ديال الفريق كدوز في اجواء جيده وروح جديده داخل الفريق دابا الحمد لله. وكنتمنوا ان شاء الله في الشطر الثاني من البطوله الوطنيه اننا نحققوا المراد ونرجعوا فريق مارت الصوني للمكانه ديالو باش الموسم القادم ان شاء الله نستطيعوا اننا نتنافسوا على اللقب ونحجوا شي مكان ان شاء الله لدوري ابطال افريقيا ان شاء الله ولا كاس الاتحاد الافريقي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنقول في لا سيتياسيون دابا اللي تاعنا فيه هي اول مره تاعنا فيه مع المغرب التطواني. من 2006 كنا احنا لاعبين مع المغرب التطواني، اول مره تاعنا في ديك سيتياسيون اللي صعيبه شويه، اما كنا كنلعبين على اما على البطوله ولا على شي ان بلاس في الخمسه بلاصه الاولين.
ولكن بعد مره هذا السيتياسيون بدلات وصايب الحال. دونك في الريتور عندنا 15 ماتش اللي ما خصناش نخسروا اولا وخصنا نربحوا لو ماكسيموم باش نبقاو في البريمير ديفيزيون. هذه دخله في الكره مراكش لاب على بريمير بلاس مراكش كوب تابلو مراكش كوب تحت تابلو. دونك ريان انكور جوي كلشي في يدنا. عندنا 15 ماتش انكور سي 8 ديال لي ماتشات داخلين في 9 دار. دونك خصنا نبقاو لو ماكسيموم ديال لي بوين باش نبقاو في البريمير ديفيزيون. هذا باش نخليو فرق مغرب تيتواني بريمير ديفيزيون. هذا الظروف ديالنا هذا وحنا كنخدموا عليه. درنا هما داروا لي ريكروتمون وديك الشيء. نتمنى والله يكون خير وكل واحد عارف شنو اللي كيسنى باش يعطي 100% ديالو باش نقدروا نبقاو في البريمير ديفيزيون. هادي اوبليج هذا ضروري ان شاء الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.